كرييت لشي جديدة، ورحنا أخذنا السيتي الموجودة عندنا وضفناها في السبيس تبعنا، بلاحظ إنه هو راح ينشئ لي الماب تبعها أو السيتيز تبعها كلها يجيبها، وراح يعطيني 96 unknown. يعني عنده لو فينا فتحناها هون عملنا edit location، في عنده 96 منطقة مش قادر يعمل لها matching. بالتالي كيف بدنا نتعامل مع 96 وحدة مش قادر يعمل لهم matching؟ تمام، مش منطقة أروح أمشي وهم واحدة واحدة بروح أشتغل فيهم أو أعمل ماتشينج من جديد. بالتالي خطوة هاي مش عملية إطلاقا. خلينا نرجع السيتي تبعنا، تمام، ونجيب الستيت بدلا منا في السبيس. تمام، بنلاحظ إنه الستيت تمت ذكرها وتم نشرها. خلينا نروح من خلال الستيت نعمل إكسباندينج ل سوري نرجع في الستيت ستيب expanding للسيتي من خلالها. بنلاحظ ان قدرنا نظهر السيتي من خلال الستيت، وبالتالي هو راح جاب السيتي كلياتها التابعة للستيت من غير اي مشاكل داخل الماب تبعي. هلا خلينا نجيب الريفينيو ونضيفها للريفينيو في السايز، يعني تصير كل سيتي شو بناء على السايز تبعها او بناء على السايز تبعها بتصير تعطي او ترجع لي الريفينيو تبعها. تمام، نصغر شوي. خلينا بنفس الوقت نضيف الريفينيو على الكالرز بحيث انه كمان يكون في نوع ما تمييز. وهلا نكبر السايز. تمام، بنلاحظ انه كل سيتي لها ريفينيو خاص فيها. نفس الشيء خلينا نشوف الموضوع النيو اكسبانيشن. لو جينا حطيناها في الكالر، تمام، الاكسبانيشن في عنا اثنين نيو وولد، واحد نيو واحد اولد. تمام، لو جينا اخذناهم لحتى نشوفهم باي ديتيلز، تمام، لو جينا على الوحده فيهم نقدر نعرف مين السيتي وقديش اولد تبعها والستيت والريفينيو. بالتالي ظهرت عندي اياها كلياتها في السيتي. هلا نروح على النيو اكسبلينيشن اللي احنا جبناه اوريدي، خلينا نستخدمه كتشو هايلايتر. تمام، نرجع الالوان هون ونجيب التشو هايلايتر هون. بدنا اول شيء في عنا الهايلايتر عندي نيو وعندي اولد. تمام، الاولد لونهم اورنج والنيو لونهم ازرق، بالتالي بلاحظ انه مجرد ما خليني اختار النيو مثلا لوحدها بقدر احدد مين هما النيو وشو السيتي اللي موجود فيها وشو الستيت وشو الريفينيو تبعها. تمام، يعني كل واحدة فتحتها جديد ريجن جديدة بقدر اعرف او اميز شو الريفينيو تبعي من المنطقة الجديدة وشو الريفينيو تبعي من المنطقة القديمة. تمام، بهذا الشكل احنا ضفنا الهايلايتر على المابينج تبعنا وحلينا مشكلة السيتي وعدم توفرها من خلال ضمها للستيت اصلا.